اليوم راح استعرض لكم على هابي بلاي ستيشن 4 سي دي وستور. اجد ايفا كل واحد عنده سوني لازم تكون عنده هذه اللعبه. عندي خريطه رصاص كبيره كل يعرفها في 18 لعبه عشان اتذكر ايام ميسي ورونالدو ايام الكلاسيكو. ريد ديد ريدمشن 2 لعبه تختيم لازم تكون عند كل جيمر هذه خريطتها. وكول اوف ديوتي لازم لعبه حرب من هذه السلسله. اما العاب ستور عندي فورتنايت لعبه مجانيه رهيبه الكل يعرفها، وعندي نيد فور سبيد لعبه سيارات، وعندي فيفا 22 وفول جايز، وقريبا راح يكون عندي شركه.